كشفت وزارة الطاقة والتعدين عن اتجاه لتخصيص نسبة 1% من عائدات إنتاج شركات التعدين لصالح المجتمعات المحلية المحيطة، والتي تقع فيها امتيازات شركات التعدين بالولايات للإسهام في المشروعات التنموية والخدمية بالمناطق المعنية. وقال وزير الطاقة والتعدين عادل علي إبراهيم إن وزارته ستقوم بتخصيص هذه النسبة لصالح المجتمعات المحيطة بمناطق الإنتاج للمساهمة في المشروعات الصحية والتعليمية وإصحاح البيئة، لافتا إلى أن التنفيذ سيبدأ بولاية جنوب كردفان لتكون أنموذجا لبقية الولايات خاصة محلية تل أوديه.